السلام عليكم حقوق الانسان في اليمن السجل الجريح والمفتوح على ارقام كبيره تقف خلف كل رقم روح منتهكه وكيان انسان تعرض للانتهاك وارقام اخرى لضحايا لفظت انفاسها وتوقفت حياتهم بفعل فاعل مشاهدينا نستعرض حاله حقوق الانسان من خلال تقرير اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان والارقام التي احتواها التقرير في رصد لسبعه اشهر فقط من عمر الحرب الحرب التي تطول فتتعقد أحوال اليمنيين تقرير اللجنة الوطنية ذكر عشرين نوعا من الانتهاكات التي طالت آلاف الضحايا ومع ذلك لا يزال عمل اللجنة لم يكتمل ففريق اللجنة لم يعرف ما يحدث في السجون والمعتقلات في مربعات الشرعية التابعة لقوات تتبع الإمارات ومثلها سجون معتقلات ميليشيا الحوثي بمعنى أن الجريمة الحقيقية لم يكشف عنها حتى اللحظة سنناقش هذا المساء مدى الكارثه الانسانيه التي تخلفها الحرب والتي تتراكم وتتضاعف يوما عن يوم كلما طال امد الحرب من خلال متابعه وقائع الرصد والتحقيق التي قام بها فريق اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بالاضافه الى تقديم مراجعه لجهود الجهات الشرعيه في تقديم الملف الانساني باليمن للعالم ومحاوله الكشف عن مدى التوظيف السياسي الحاصل للملف الحقوقي بأروقة المنظمات الدولية نبدأ نقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعتنا لهذا التقرير تقرير جديد يكشف عن تفاقم المأساة اليمنية التي جعلت من المدنيين مجرد أرقام في كشوفات الضحايا تتوزعهم آلة القتل والدمار التقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي رصدت ووثقت خلال سبعة أشهر من بداية يوليو 2017 وحتى نهاية يناير 2018 أكثر من خمسة آلاف حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات البلاد تنوعت ما بين عشرين نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف كان لميليشيا الحوثي في الجرائم نصيب الأسد تليها قوات التحالف العربي التحقيق أجري في 2432 حالة ادعاء، منها 1188 حالة، توزعت على 550 قتيلاً و579 جريحاً، فيما قتل 19 وجرح 55 نتيجة زراعة الألغام الفردية، سجلت اللجنة الوطنية 417 حالة تهجير قسري ومقتل 255 وخمسه خارج اطار القانون بالاضافه الى توثيق الف حاله اعتقال تعسفي واخفاء قسري التقرير رصد مئه حاله تعذيب ومعامله لا انسانيه وسجل 54 وخمسين حاله تفجير منازل كما وثق اكثر من مئه حاله اعتداء على حريه النقل ورصد أربع وقائع ادعاء بانتهاك الطائرات الأمريكية من دون طيار نتج عنها سقوط 25 ضحية من المدنيين، إلى جانب انتهاكات أخرى تضمنها التقرير كتجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشآت الطبية والأعيان التاريخية وتفجير المنازل والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل بين المدن. التقرير بحسب رئيس اللجنه يعد امتدادا للتقارير السابقه التي اعدتها اللجنه ضمن منهجيه واضحه ومعايير دوليه. فيما بلغ عدد حالات الادعاء في التقارير السابقه 17122 حاله، هذا ما وصلت اليه ووثقته اللجنه الوطنيه. فيما يظل مسرح الجريمه في مربع ميليشيات الحوثي وسجون الامارات بمعزل عن التحقيقات ومعرفه الحقيقه. وكشف ما يحدث فيها من جرائم غيظ من فيض مأساة تتعدد في هذا البلد بتعدد الجناة أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن تنضم إلينا الآن من عدن عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاية انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ إشراق المقطري أهلا بك أستاذ إشراق أهلا وسهلا حياكم الله استاذ اشراق دعينا نبدا في اعطائنا ملخص لابرز النقاط التي وردت في تقرير الصادر عن اللجنه ربما التقرير الذي أعدته قناة بلقيس حول التقرير والإحصائيات والنتائج التي خلصت إليها أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق خلال السبعة أشهر الماضية منذ بداية يوليو 2017 وحتى 31 يناير 2018 بحجم الارقام الكبيره التي استطاع راصدي اللجنه الوصول اليها بالتعاون ايضا والشراكه مع منظمات المجتمع المدني ايضا التي ارسلت عدد من الملفات التي تحوي انتهاكات اخرى وتم تحليلها والتحقق منها. كما ذكرتم في التقرير أو في الملخص أو مقدمة هذا البرنامج أو هذه الحلقة بأن اللجنة خلال هذه الفترة استطاعت أن ترصد أكثر من 5432 حالة أو واقعة انتهاك حسب الأنواع التي أعطتها اللجنة أولوياتها وهي 20 نوع من أنواع الانتهاكات التي المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. استطاعت أن تنتهي من التحقيق من أكثر من 2400 واقعة. كانت آلية اللجنة واضحة بأنها اعتمدت على عدد من الوثائق أكثر يعني من أربع ألف أيضا شاهد تم الاستماع إليه أكثر من سبعة ألف ومئتين وثيقة إضافة إلى آلاف من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وأيضا عينات من المقذوفات والأسلحة التي استخدمت أثناء عملية الاستهداف سواء للمدنيين أو للتجمعات السكانية الارقام كما ذكرتم بالفعل هي بالنسبه ارقام كبيره لجنه ترى وربما الكثير من المهتمين في موضوع حقوق الانسان باليمن بين سبعه الاشهر الماضيه كانت فيها واضح مستوى معدل الانتهاكات في ارتفاع كبير ربما لاتساع دائرة الحرب وصولها إلى محافظات كثيرة الوضع أيضا الأمني والسياسي الذي تعاني منه البلد كل هذا أدى إلى زيادة معدل الانتهاكات وأيضا تنوعها في غالب محافظات الجمهورية اليمنية طيب يعني الآن كل حالات الادعاء التي وصلتكم ادعاء ان هناك انتهاك حدث تم التحقق منها ام ان هناك حالات لم تستطيعوا يعني وفقا للظروف الموضوعيه ان تتحققوا منها آه ربما في التقرير وضحنا هذه الجزئية، آه يعني الرقم 5400 هو حالة موضوع الرصد الذي تم من قبل راصدية اللجنة ومن قبل منظمات المجتمع المدني التي أيضاً كما ذكرنا تم الاستعانة بالكثير من الملفات التي أرسلتها، لكن التحقق تم الانتهاء من 2400 يعني أكثر من 2400 حالة أو واقعة تم التحقق منها والانتهاء منها. في التقرير أشرنا إلى كل نوع من أنواع الانتهاكات التي قمنا بالتحقق منها كل واقعة أو كل نوع من أنواع الانتهاكات كم تم الانتهاء منه الصعوبات التي واجهت اللجنة أشرنا إليها بأنه لا يمكن خلال فترة معينة أو فترة زمنية التحقق من كافة الانتهاكات أو الوصول إلى كافة المناطق والمحافظات ذكرنا عدد من الأسباب أو المسببات التي يمكن أن تعيق أي عمل في التحقيقات سواء كانت اللجنة الوطنية أو غيرها من المؤسسات وما هي, يعني ما هي هذه المعوقات آه ربما كما ذكرت في البدايه ان اتساع دائرة الحرب هذه احدى هذه المعوقات يعني كنا آه يعني نعمل في مناطق يعني محدوده الان اصبحنا نعمل في كل المحافظات وبالتالي اتساع دائرة الحرب معناه اتساع رقعه الانتهاكات وبالتالي محتاج الى آه مساحه اكبر من العمل عدد كبير ايضا او فريق اكبر آه وقت ايضا أمر آخر نقول بسبب اتساع دائرة الحرب أيضا هناك الكثير من الاستحداث للنقاط الأمنية والعسكرية في خطورة أيضا أحيانا في وصول نقول الراصدين أو موضوع الألغام هذه أيضا صعوبة أخرى آه صعوبة ثالثة هناك أيضا أطراف في محافظات مختلفة آه يوجد صعوبة في التنسيق معهم في مسألة الوصول أيضا إلى تلك المناطق آه ولهذا يعني يقوم يعني الراصدين بعملية أخذ الحيطة والحذر بشكل أكبر يعني أنت الآن تتحدثين عن مناطق سيطرة آه يعني حصل لراصدتنا في محافظة تعز هل تتحدثين عن نعم؟ مناطق سيطرة الميليشيات في صعوبة الوصول ميليشيات الحوثي؟ رب نعم في مناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي الصعوبات ربما أكبر، يعني كما تعلمون مسألة التشديد، صعوبة دخول الراصدين إلى المعتقلات والمحتجزات، صعوبة أيضاً الوصول أيضاً إلى المناطق التي يقع فيها المدنيين من الاستهداف وما إلى ذلك، أيضاً في التحاق في قضايا الخارج قتل خارج نطاق القانون، لكن كما ذكرت يعني الراصدين بما أنهم متواجدين في كل المحافظات ونحن حرصنا على أن يتم تعيين واختيار موظفين من أبناء المحافظات المديريات نفسها لكي يسهل عليهم عملية التنقل وعملية التنسيق وعملية أيضا عمل علاقات وتواصل مع الجهات المسيطرة هناك أو سلطات الأمر الواقع المختلفة في تلك المناطق لكن كل هذا لا يعني بأننا كانت الأمور بالنسبة لنا مكتملة أو بأن الأمور مسهلة بشكل كبير وربما يعني ذكرت يعني أنت تحدثت أنها أصعب أصعب من أيضاً انت تحدثتي على ان مناطق يعني سيطره الميليشيات من هي اصعب نعم. هي اصعب ماذا هل هي من مناطق سيطره نعم. الحكومه الشرعيه هل تواجهون هناك عوائق في المحافظات ربما التي تحت سيطره الشرعيه هي الموضوع ربما اسهل بكثير من المحافظات التي تحت سيطره جماعه الحوثي كما ذكرت اولا لان جماعة الحوثي من البداية اتخذت موقف من جميع الآليات الدولية والوطنية والإقليمية التي تحاول أن ترصد تلك الانتهاكات، لكن كما ذكرت لم نستسلم لهذه الصعوبة. في المناطق التي تحت سيطرة ربما الشرعية استطعنا الوصول لكافة الانتهاكات، لا نقول بأن كافة الصعوبات يعني تم تجاوزها، نحتاج لمزيد من التنسيق بشكل كبير، توجد علاقات جيدة، ذكرنا في التقرير علاقات جيدة مع وزارة الداخلية، مع وزارة الصحة، مع وزارة حقوق الإنسان، مع الوزارات المعنية التابعة للحكومة الشرعية في تسهيل الحصول على الوثائق والوصول أيضاً والتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية، لكن أيضاً كما ذكرت توجد صعوبات أخرى مع لا مع تعدد الجهات الأمنية حالياً في بعض المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة إشراق، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن أيضا والدة أحد المختطفين وهي أم سليم سيدة أم سليم أهلا بك سيدة أم سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إذا دعينا بداية نتعرف أكثر على ما هي تفاصيل اختطاف ولدكم كيف حدث متى حدث ذلك الاختطاف كان في 2016 في 13 6 2016 في رمضان السابق والى هذه اللحظه طبعا ما سمعنا صوته ولم نراه اتحدث عن فلذات الاكباد يعني الذي لم نراهم اكثر من عام لم نسمع صوتهم هم من كانوا في الصفوف الاولى ومن خيره الشباب ادبا واخلاقا وقفوا ضد المد الحوثي واعوانه وحموا العرض والديار يعني نتحدث عن ماذا؟ عن اولادنا ام عن فلذات اكبادنا؟ نتحدث عن وطننا المسلوب يعني والله القلب موجوع ويعجز عن ايصال الوجع. الذي نعانيه في عدن نحن كما يقولون مناطق محرره لكن والله طرقنا كل الابواب ذهبنا عند التحالف ذهبنا عند الامن ذهبنا عند هذه ال... كما يعني نحن نعتبرها كانها ميليشيات لانها لم تعطينا حتى مجرد احترام انسانيتنا لكن لله الحمد في الفتره الاخيره بدانا نقرأ وزاره الداخليه وجدنا منها تجاوب بدانا نجمع الغضائي وجدنا منه تجاوب ونسال الله عز وجل ان يعين هذه الجهات على ان تعطينا ولو كلمه عن اولادنا او ان باذن الله نرى النور ونرى باذن الله اولادنا ونسمع اصواتهم ونعرف مصيرهم، لماذا اخفائهم؟ فان كانوا يعني الشباب كما وقفوا في صف المد الحوثي وحاولوا حمايه الديار والاوطان، اسال الله عز وجل ان يعين هذه الجهات الامنيه التي هي تبع شرعيتنا ان تظهرهم وتعطينا باذن الله الامل بان نراهم باذن الله ان شاء الله ويكون على ايديهم باذن الله النور. باذن الله لكن الان عندما تتحدثين عن تجاوب سيده ام سليم ما هو طبيعه هذا التجاوب الذي حدث من قبل الاجهزه الامنيه؟ يعني وجدنا انسانيتنا كانسان في كمواطن يعني وجدنا من يسمعنا ويعطينا رساله الى الامن واعطانا رساله الى امن عدن اعطانا رساله الى وزاره الداخليه اعطونا رسالات يعني رساله فيها ان يكون اظهار اولادنا ويعني هم او تحويلهم لغباء هذا ما نريده يعني هل تمكنتم؟ ولم بح... ح... نعم. يعني حاولوا حاولوا في وزاره الداخليه اعطوا رساله الى الامن طبعا ما حضر من الامن اعطوا رساله الى الجهات الحزام الامني طبعا ما ما حضر لكن نحن نحمل المسؤوليه الكامله الحزام الامني والامن لانهم هم من اخذ اولادنا نحملهم المسؤوليه الكامله الكامله عن حفاظهم عن صحتهم وعن سلامتهم وباذن الله باذن الله ان نراهم ان شاء الله باذن الله، هل عرفتم اي تفاصيل حول اماكن اختطافهم او احتجازهم الان، اي معلومات حول وضعهم الصحيح؟ المعلومات اليوم عند التحالف، هذه معلومات نحن عندما ذهبنا الى الامن وقابلناهم قالوا لنا اولادكم عند التحالف، ذهبنا الى الحزام الامني، اين اولادنا؟ قالوا عند التحالف، نريد ان نعلم ما هو التحالف ومن يحكمنا في عدن. نعم، وهل من المعروف ما هي يعني طبيعه اوضاعهم الان؟ هل امورهم في هذه المعتقلات كيف حالتهم الصحية لا نعلم شيء ولا نعرف ما هو, ما هو هذا المكان ولا ما هي حيثيته ولا ما هي ظروفه لا, طيب. لا نعلم شيء عن هذا المكان أنه سري مخفي نعم سيدة أم سليم الآن هناك اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان وهي تقدم تقارير دوما عن الانتهاكات هل تواصلتم انتم معهم ايوه جزاها الله خير تواصلنا معها من 2016 من بدايته يعني الحمد لله حاولوا معنا ورفضوا وقدموا لنا ما يستطيعون طبعا من انهم يحاولوا ان يوصلون الى اولادنا لكن الوضع في عدن ما تستطيع ان تجد شيء لانه عباره عن ميليشيات اشكرك اذا السيده ام سليم والده احد المختطفين كنت معنا عبر الهاتف من عدن شكرا لكرم تواجدك معنا بالعوده اليك استاذه اشراق يعني سمعتي انت من حديث السيده ام سليم هل يعني عندما يتعلق الامر ب يعني كثره الاجهزه الامنيه وعدم معرفه أهل المختطفين أين اختطف أبنائهم هذا الأمر يزيد من تعقيد أيضا بالنسبة لكم في عمليات التحقيق والتثبت لهذه الانتهاكات؟ آه بالنسبة لأمهات المختطفين أو المعتقلين أو المخفيين قصريا يعني كما ذكرت الوالدة أحد المختطفين في المقابلة الآن بنا بالفعل هي قضية جدا مؤلمة وقاسية وينظر اليها ايضا في القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان بانها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وقساوتها ومرارتها ليس على المخفي او المختطف او المعتقل انما على اسرته وذويه. بالنسبه للجنه اعتبرت من ضمن اولويات الانتهاكات او الانواع العشرين هو الاعتقالات التعسفيه والاخفاءات القسريه من اي طرف كان. تعاملنا مع هذا النوع من هذه الانتهاكات يعني وكما ذكرنا يعني اكثر من 1194 ربما حاله اعتقال واخفاء قسري ربما 80% هي في اعتقالات كان كانت في المناطق التي تحت سيطره جماعه الحوثي والعشرين بالمئه الاخرى هي تحت الممارسات التي كما ذكرت الاعتقالات التي تمت في المحافظات المحرره لا سيما في عدن وحضرموت وشبوه وايضا في اجزاء ايضا من تعز ومأرب. هي كما ذكرت يعني اي يعني سلطه امنيه نجد فيها او تقوم بعمليه اخفاء المعلومات سيكون امر صعوبه، لكن بالنسبه لنا في اللجنه في خلال الشهرين الماضيين استطعنا زياره الكثير من المعتقلات سواء في مأرب او في تعز او في عدن او في حضرموت وهذا وهذا نقول فكفك فك الكثير من الأمور التي كانت كثير فيها تشدد وصعوبه في التواصل لكن لا يعني نقول أننا استطعنا ان نرى او نزور كافه المعتقلين او التعرف على اوضاعهم م. لكن بالنسبه لنا هذه كانت خطوه متقدمه كبيره بان نحاول ان نساعد هؤلاء المعتقلين نساعد ان نحاول ايضا الامهات وذويهم وتطمينهم ما نطالبه في توصياتنا وما ذكرناه في توصياتنا وايضا الان عبر هذه القنوات بان اللجنه عندما تقوم بعمليه نقول التحقيق في مثل هذه الانتهاكات هي لا تستهدف نقول طرف أو سواء أي طرف من أطراف النزاع أو يعني طرف كان هو الهدف هو بالفعل الحد مثل هذه الانتهاكات التعاون في تطبيق القانون ما يهمنا هو إنفاذ القانون وتفعيل مؤسسات القانونية المعنية بمسألة تنفيذ هذه القوانين هل أفهم هذه من كلامك أستاذ إشاق أنكم تعرضتم لمضايقات أو محاولة منع من الوصول إلى المعلومات نحن لم نمنع من الوصول لهذه المحاولات لكن وجدنا كما ذكرت بعض الصعوبات في أن نحصل على المعلومات الدقيقة في أن نجلس مع جميع هؤلاء المعتقلين لكن استطعنا الوصول إلى المحتجزات نقول سواء في عدن أو في حضرموت كانت زيارة زيارات جيدة لأعضاء اللجنة في عدن وفي حضرموت وأن نراها بأنها تقدم كبير جدا لكن ليه طموحنا بأن تنتهي مثل هذه الاعتقالات وبأن أي اعتقال يتم وفق القانون وبضوابط قانونية وأن يحصل هؤلاء المعتقلين على حقوقهم في مسألة المعاملة وفق القانون في المدة القانونية في معرفة أهاليهم في معرفة أماكنهم في التواصل مع ذويهم في الحصول على محاكمة عادلة أيا كانت التهم المنسوبة إليهم يجب أن يحصلوا على المعاملات القانونية المعروفة في المواثيق الدولية وأن يحضر أي نوع من أنواع الإخفاء أو التعذيب، وهذه ربما الجهد الكبير تبذل أو تحرص عليه اللجنة في هذه الفترة، وكما ذكرت من خلال توصياتها لجميع الأطراف، او لطرف من يعني طرف معين سواء لجماعة الحوثي كان لها توصيات خاصه وللحكومه اليمنيه ايضا كان لها توصيات خاصه وللقوات الامنيه التابعه للتحالف ايضا كان لها توصيات خاصه لا سيما فيما يتعلق كما ذكرت مساله الاعتقال والاخفاء القسري الذي ربما يعني اشترك فيه كافه الاطراف وعانى فيه او عانى اكثر الاسر والاهالي اكثر من المعتقلين انفسهم. طيب وانت تتحدثين الان عن يعني أنت لجنة وطنية مشكلة بقرار من الرئاسة على ما أذكر هل هذا يعني أنكم الآن تحسبون على الرئاسة على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أم ماذا خلال عملكم أقصد في الميدان آه عزيزي نحن لجنة نعمل من 2015 والقرار الذي نعمل على أساسه منذ العام 2012 وهي كانت عبارة عن مطالب دولية إضافة إلى مساندة القرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 و2012 ثم ما تلاه من قرار في 2015 و16 و17 قرارات مجلس حقوق الإنسان المؤيدة لأهمية أعمال المؤسسات الوطنية المؤسسات الوطنية في كل العالم بأنها معروفة أنها تعمل بشكل وطني ومستقل وحياد وفق معايير الدولة وبالتالي نحن بالدرجة الأولى مستقلين من الشق من هذا من الشق سواء من شق الولاية أو الشق الإداري أو المسألة اللي هو الرقابة أو التقييم وما إلى ذلك لهذا نحرص وما يدل علينا وما يدل على مثل هذه نقول المعايير التي نعمل عليها هي تقاريرنا التي تحدد أو تتكلم عن كافة الانتهاكات من جميع الأطراف لو لو كنا تابعين لجهه او معينه او سلطه معينه سترى باننا نذكر او نتغافل عن اي انتهاك قام به طرف ما، لكن حرصنا بان نعطي رساله بان اعمالنا عكست في تقريرنا، اعمالنا ايضا عكست في تواجدنا في كافه المحافظات، نحدد مستوى هذه العلاقه، حرصنا ايضا في نقول في التقرير أيضا على توضيح بأننا آه نمد أيضا موضوع التعاون سواء أو من أجل تسهيل الوصول من أجل معرفة المعلومات كما ذكرت حتى م. مع جماعة الحوثي وقوات صالح طيب. آه منذ بداية آه سبتمبر أو من نهاية سبتمبر 2015 عندما بدأنا بالعمل آه أيضا عملنا نوع من التنسيق والتواصل مع فريق تقييم الحوادث المشترك في التابع للتحالف ومع قوات التحالف أيضا. الهدف من هذه العلاقات هو آه ليس إلا معرفة الحقيقة والحد من الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا اليمنيين من الذين سقطوا جراء انتهاكات من جميع الأطراف. طيب يعني قبل أن يعني أذهب إلى ضيفي القادم، مسألة التمويل أستاذ إشراق بالنسبة لعمل اللجنة، كيف يتم تمويل أنشطة اللجنة الوطنية؟ مسألة التمويل، كيف يعني تسيرون أعمالكم؟ نعم اللجنة ربما قرار الإنشاء رقم 140 ل 2012 أوضح بأن اللجنة لها الحق أو لها الاستقلالية بأن تبحث عن أي تمويل من أي جهة كانت لكن نحن كمؤسسة كأي مؤسسة من المؤسسات الوطنية التي تنشأ عادة التمويل عادة يجب أن يكون عبر الدولة وهذا لا يعني عدم الاستقلاليه، آه. القضاء مستقل ومع هذا هو ايضا تمويله من الدوله، المؤسسات الاخرى مثل الهيئه العليا لمكافحه الفساد او الهيئات الاخرى، حتى المؤسسات الوطنيه الموجوده لحقوق الانسان الموجوده في الدول الاخرى العامله وفق مبادئ باريس هذه المؤسسات أيضاً تمويلها يجب أن يكون من الدولة، وهذا لا يعني أو لا يمس مسألة الاستقلالية، لكن أيضاً أعطى كما ذكرت القرار الحق للجنة بأن تبحث عن تمويل لها من جهات أخرى مانحين، داعمين يعني اي شيء يساعدها في مساله التواصل طيب سأسألك عن فريق الخبراء المشكل من قبل من مجلس, حقوق مجلس حقوق الانسان نعم نعم سأسألك عن فريق الخبراء المشكل من قبل نعم. مجلس حقوق الانسان لكن قبل ذلك دعينا نشرك معنا في الحوار سيدة ام احمد والده عضو رابطة أمهات المختطفين التي تنضم لنا عبر الهاتف من صنعاء أهلا بك سيدة أم أحمد مساء الخير مساء النور أهلا بكم إذا هناك تقارير حقوقية جديدة لا زالت إشكالات الانتهاكات والاعتقالات التعسفية مستمرة حتى الآن كيف تتابعون مسألة هذه المسألة في رابطة أمهات المختطفين؟ نحن نثمن من دور أي منظمة أو أي جهة حقوقية تعمل على توثيق حالات الاختطاف وحالات الاعتقال التعسفي وحالات الإخفاء التي التي تتم او التي تتم ممارستها في في الاراضي اليمنيه بشكل عام، التقرير الرابع الذي اطرته اللجنه الوطنيه يعني كان تقرير جيد لكن نحن يعني نستغرب تواضع الاعداد التي ذكرت بالنسبه لحالات الاعتقال والاخفاء المده سبعه اشهر وكانت مده حافله بالاعتقالات في في تلك الفتره ومع ذلك لم تسجل سوى او لم ترصد سوى 1194 حاله تم التحقيق فقط في 596 مع انه فريق فريق اللجنه الوطنيه بحكم انها مؤسسه رسميه او لجنه رسميه معهم فريق كبير جدا وبالامكان ان يصلوا الى اكثر من هذا الى اكثر من هذه الحالات حالات الاعتقال والإخطاء القسري التي مورثت في خلال هذه الفتره. طيب دعني انقل هذا التساؤل الى استاذه اشراق قبل ان اعود اليك بسؤال اخر، استاذه اشراق استاذه اشراق هل سمعت حديث الضيفه آآ آآ من صنعاء حول استغرابها ل يعني قلة أعداد التوثيق بالنسبة والتحقيق بالنسبة لموضوع الإخفاء القصري والاعتقال التعسفي آه يعني ربما يعني يغفل الكثير بأن هذا التقرير فقط يغطي سبعة أشهر فقط م. آه نحن ربما بالعكس من نقول الانتهاكات التي لدينا فيها ارتفاع أو أعلى مستوى انتهاكات بعد استهداف المدنيين هي الاعتقالات التعسفية التي آه يعني ذكرناها في تقارير السابقة والذي تجاوز تقريبا الأربعة ألاف أو الخمسة ألاف حالة اعتقال هذا الرقم ألف فقط في نقول سبعه اشهر استطاع الراصدين الوصول اليه في تلك المحافظات او في جميع المحافظات، النسبه الاعلى هي في المحافظات ربما كما ذكرت التي تحت سيطره جماعه الحوثي في صنعاء، في حجة في المحويت، في اب، في ذمار، هذه النسبه الاعلى ولهذا يعني لو نظرنا لتقارير اللجنه الاربعه سنجد بان الرقم كبير جدا آه ونراه طبعا هو آه قد لا يكون كافة بالفعل يعني كما ذكرت ضيفة الحلقة بأنه لا قد لا يكون كافة نقول الاعتقالات نحن هذا ما نعم. استطعنا الوصول إليه حتى هذه اللحظة طيب دعيني أنتقل إليها للسيدة أم أحمد من صنعاء عضو رابطة أمهات المختطفين بالحديث عن محور يعني ربما أوضحت بعض الشيء الأستاذ إشراق بعض النقاط لكن الآن هناك مسألة أخرى المبعوث الأممي في صنعاء هل استطعتم التواصل مع المبعوث الأممي باعتبار أن ملف المعتقلين والمخفيين قصرا هو أحد يعني النقاط الأساسية في المشاورات في أي مشاورات يمنية كما كانت في جنيف والكويت أيضا حتى الآن لم يتم لقاء برابطة بالمبعوث الأممي الجديد لكن نحن نامل بلقائه واطلاعه على ملف المختطفين وعلى ملف الانتهاكات التي تمارس في حق المختطفين ونامل ايضا ان يستطيع هذا المبعوث زياره السجون والاطلاع على اوضاعها يعني افضل مما كان عليه المبعوث الاممي السابق حيث لم يستطع نهائيا الوصول الى هذه السجون والاطلاع على اوضاعها. طيب في نقاط اخرى بما بالعوده الى الحاله الحقوقيه في صنعاء وحاله وأنشطة رابطة أمهات المختطفين سيدة أم أحمد هل من جديد بخصوص المختطفين هل من أخبار حول إفراج قادم أو ما شابه لم تتضح لنا حتى الآن نية الإفراج عن المختطفين ما زال المختطفين الآن يخرجون بشكل تبادل تبادل أسرع مع مع جماعة الحوثي حيث يعني تقوم بمبادلة هؤلاء المختطفين المدنيين بأسرى جبهات لديها وأسرى حرب والضغط على أسر هؤلاء المختطفين من أجل التواصل مع قيادات مثلا في الجبهات من أجل تزويدهم بأسرى حرب من أجل مبادلتهم بأبنائها، هذا ما يحصل حتى الآن، أما الإفراجات فنحن لا نرى حتى الآن إفراجات أو عفو كما يشاع في الإعلام أن هناك عفو عام وأن هناك حملات إفراجات تطال المختطفين الذين في السجون، ليس هناك شيء من هذا القبيل. اشكرك سيدة ام احمد عضو رابطه امهات المختطفين كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء مشاهدينا الكرام سنستكمل النقاش في هذه الحلقه لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير تفضلوا بالبقاء بحقكم الله بحق الأخوة بحق الإسلام خافوا من الله إحنا كلنا يمنيين أسألكم بالله أسألكم بالله خرجوا عيالنا من السجن خرجوا عيالنا من السجو. هذا أنا أشعر مرض من كسر كسر يخرج تخرج لا يخرج زوجها أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أجدد الترحيب بضيفتي من عدن إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أستاذ إشراق كنت سألتك حول موضوع الفريق الخبراء المشكل بحكم قرار مجلس حقوق الإنسان إلى أي مدى تم الاستفادة من هذا الفريق أو كان هناك لقاءات معكم خلال الفترة الماضية الفريق الخبراء المشكل والتابع للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان ربما هو زار عدن قبل اسابيع والتقى مع الجهات الحكوميه ومن ضمن الجهات ايضا التقى مع منظمات المجتمع المدني، تم اللقاء ايضا به من قبل اللجنه كان الهدف هو يعني نوع من التبادل المعلومات حول وضع حقوق الانسان والانتهاكات يعني في اعتقادي بان الفريق هو يعني بدا عمله ربما في الاسبوعين والاسابيع الماضيه وهو مطلوب منها ان يقدم تقرير المفوضيه الساميه في نهايه او في بدايه سبتمبر يعني لديه فتره عمل اربعه اشهر في مساله تقييم حقوق الانسان او تقييم حاله حقوق الانسان في اليمن يعني عملهم عمل يعني نقول مختلف نحن يعني اليه وطنيه نعمل منذ عامين وأكثر، يعني وصلنا لمرحلة نقول متقدمة في مسألة التحقيقات والانتهاكات، عملنا أيضاً نحن مختلف بأننا علينا تجهيز ملفات قانونية متكاملة وفق آليات نقول أو تقنيات شبه قضائية لكي نوثق جميع حالات الانتهاكات المطلوبة أو التي تعرض لها اليمنيين جميعا في كل المحافظات لكن ربما العمل الفريق الخبراء أو التابع للمفوضية عمله مختلف بأنه سوف يأخذ عينات من بعض الانتهاكات وليس كافة الانتهاكات لأن مثل هذه الأعمال محتاجة إلى فريق كبير وتواجد في الميدان يعني ما هي طبيعة عمل هذا الفريق المساند المحاولات. لكم؟ هل شرحت لنا أكثر ما هو طبيعة عمل هذا الفريق أه هو الفريق هذا الفريق ليس مساند للجنة إنما هو مساند للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لكن كما هي العلاقة بين المفوضية وبين اللجنة مسألة التعاون كلا هذه الآليات سواء الآليات نقول الدولية المؤقته أو الآليات الوطنية مهمتها نقول حماية حقوق الإنسان، الحد من سقوط الضحايا، الحد أو إيقاف عملية الانتهاكات، ولهذا نقول يعني لديهم هم مهمة في مساندة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن وما طال المدني من انتهاكات، لكن ليس على نقول يعني عملهم مختلف بأنهم ليس كافة الانتهاكات أو ليس تجهيز ملفات منفرده وتفصيليه انما تركيزهم اكثر على مساله تحديد نمطيه الانتهاكات، لكن كما ذكرت يعني الية اللجنه الوطنيه والآليه المتمثله بفريق الخبراء التابع للمفوضيه الساميه يعني كلانا كنا في قرار واحد وهو قرار مجلس حقوق الانسان سبتمبر الماضي وكلا الاليتين تعملان كما ذكرت لمساله حمايه حقوق الانسان و تقديم وتوصيف حقيقي لما يدور على الأرض في الجمهور اليمنية من انتهاكات تقوم بها كافة الأطراف طيب يعني كانت قبل فترة هناك وربما لا أعلم إن كانت مستمرة أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بشهر مارس هناك الآن دورة قادمة في يونيو هل هذه الأرقام التي أنتم قمتم فيها في هذا التقرير ستقدم يعني أقصد ما هي الخطوة القادمة بعد توثيق هذه الأرقام بالنسبة لنا كما ذكرت يعني خطواتنا ليست قادمة خطواتنا مستمرة نحن نقوم التقرير هذه إحدى منهجيات اللجنة التي تراها للتعريف بأدوارها ولتعريف المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بدرجة أولى بما نقول وصلت إليه من أعمال تحقيق وضع حقيقي لحقوق الإنسان لكن عملنا الحقيقي الذي نراه هو تحويل هذه الانتهاكات كافه الى ملفات قانونيه وهذا ما نقوم به بتجهيز جميع هذه الملفات التي ذكرنا ارقامها التي انتهينا من التحقيق فيها الى القضاء في مساله مشاركاتنا امام مجلس حقوق الانسان تقريرنا الحالي هذا حاليا يعني إحدى هذه التقارير التي سوف تعرض سواء في دورة يونيو أو دورة سبتمبر إضافة إلى تقريرنا القادم الذي سوف يعرض أيضا أو سوف يتم انتهاء منه في سبتمبر 2020 و18 بالتالي سيكون خلال هذه الفترة أمامنا تقريرين التقرير الرابع وسوف يأتي إن شاء الله التقرير الخامس كلا التقارير هذه كما ذكرت مهمتها تعريف الآليات أو مجلس حقوق الإنسان كآليات دولية غير تعاقدية مهمتها رقابة حقوق الإنسان بأن يعرف مستوى عمل هذه الآلية وهي اللجنة الوطنية وبأن يعرف مدى الانتهاكات والتي نقول طالت المدنيين واليمنيين بشكل عام سواء نقول أثناء الحرب أو خارج نطاق الحرب إضافة إلى تفعيل أو نظر بكيفية بالفعل إعطاء أو الوصول إلى إنصاف هؤلاء الضحايا وإيقاف هذه الانتهاكات طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ إشراق أرحب بمن ينضم إلينا الآن المستشارة القانونية للمرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ إيناس زايد عبد الهاتف من عمان أهلا بك أستاذ إيناس اهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكم ولجميع المشاهدين حياكم الله واهلا وسهلا اذا انتم في المرصد الاوروبي المتوسط كمنظمه مجتمع مدني كيف تقرؤون حاله حقوق الانسان في اليمن؟ نعم يعني نحن كمرصد أورا متوسطي ومن خلال الراصدين الموجودين على ارض اليمن ومن خلال ايضا شركائنا في الرصد مثل منظمه سام للحقوق الحريات قمنا برفض يعني احدث البيانات او الارقام والاحصائيات بخصوص الانتهاكات في اليمن هذا الامر تمثل في يعني تقرير صدر عن الانتهاكات مؤخرا التي حصلت فقط في شهر فبراير الماضي وهي التي يعني كشفت عن وجود 647 حالة انتهاك لقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب شملت العديد من الانتهاكات مثل القتل خارج نطاق القانون والاعتداء على سلامة الجسد وأيضا انتهاك الحريات الصحفية والاحتجاز التعسفي والتعذيب آه يعني فعليا وبلغه الارقام ارتكبت فعليا ميليشيا الحوثي 418 انتهاك من مجمل هذه الانتهاكات بينما ارتكبت قوات التحالف 114 آه آه انتهاك منها و ايضا 19 انتهاك اخر ارتكبت من قبل جهات تابعه للحكومه الشرعيه، فيما هناك 22 من قبل جماعات ارهابيه وهناك ايضا 60 انتهاك قيد ضد مجهولين في مناطق سيطره السلطه الشرعيه. يعني فعليا من اهم الانتهاكات التي رصدت هي انتهاكات على حق الحياه وهذا الامر يعني كشف يعني عن وجود 172 جريمه قتل طبعا مع معظم ضحاياها كانوا من المدنيين منهم 66 مدني قتلوا بسبب ضربات التحالف العربي وهناك 94 مدني قتلوا على يد ميليشيات الحوثي فيما تسببت الالغام بمقتل 32 مدني هناك قتل مدني واحد بيد قوات الحكومه الشرعيه واغتيل ثلاث مواطنين احدهم كان في عاصمه صنعاء ويعني و... الاخر في عدن واخر في محافظه سعد. يعني في... بالنهايه ايضا هناك انتهاكات رصدناها ب... بحق السلامه الجسديه هناك 275 مواطن خلال شهر فبراير فقط اصيبوا منهم 94 طفل و30 امراه هذه الارقام فعليا تشير الى وجود انتهاكات صارخه بحق المدنيين نحن عندما نتحدث نتحدث عن يعني ضحايا من الاطفال والنساء هم الفئات المستضعفه التي لم تشارك باي شكل من الاشكال بالعمليات العسكريه وهذا الامر يشير الى استهداف للمدني او استمرار لاستهداف المدنيين الامر الذي ينتهك بشكل واضح على القانون الدولي الانساني وايضا لا. قاعده التمييز بين طيب المدنيين طيب ايناس و... يعني الآن وأنا أسمع منك هذه الأرقام التي تم توثيقها خلال فترة معينة وكذلك الأرقام التي قدمتها الأستاذ إشراق والتقرير الخاص باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أرى أن هناك تركيز ربما لا يشمل كل حالات الانتهاكات لكنه يعطي قراءة لما يحدث في اليمن الآن يأتي الأمر لمساله الاهتمام من قبل المنظمات الدوليه من قبل المنظمات المعنيه بايقاف هذه الانتهاكات كيف تقيمين هذا الجانب نعم يعني في البداية نحن نوه بأن هذه الحرب يعني قد استنزفت المدنيين بشكل كبير استهدفت البنى التحتية ودمرت اليمن بشكل لم لم يعد هناك احتمالية أو حتى يعني أي فرصة للبقاء في اليمن في ظل الدمار الحالي التي الذي لحق فيها وهذا الأمر يستدعي تحركا على مستوى الدولي وعلى مستوى الأمم بشكل عام أن نحن تابعنا تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وفعليا قد تضمن هذا التقرير يعني جمع للادله ما بين شهود يعني هناك 4800 شاهد وهناك اكثر من 7205 وخمسة وثيقه وبالاضافه الى الاف من الصور ومقاطع الفيديو هذا الامر يشير الى وجود من الادله والبينات ما يكفي لادانه كافه الاشخاص الضالعين في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبت بحق المدنيين لا بد لهذه الأدلة أن تؤخذ يعني بعين الاعتبار عند الحديث عن معاقبة. كل شخص متورط في هذه الانتهاكات ولا بدنا من التحرك الان باتجاه انشاء محكمه جنائيه لمحاكمه الجنود الحرب الذين تسببوا في في مقتل المدنيين في اليمن لا لا يجب ان الاكتفاء فقط في الرصد والتوثيق وايضا اصدار التقارير لا بد من التحرك على الساحه الدوليه بشكل فعال لانهاء هذه الحرب بالدرجه الاولى والانصاف الضحايا الذين تضرروا من الحرب أشكرك أستاذ إيناس زايد المستشارة القانونية في المركز الأورو لحقوق الإنسان بالعودة على تواجدك معنا في هذه الحلقة بالعودة إليك يا أستاذ إشراق إذا الآن يعني وأنت تتحدثين والكثيرين يتحدثون هناك ربما مرجعيتين أو حديث عن انتهاكات لأمرين القانون الإنساني الدولي وكذلك قانون حقوق الإنسان هذه النقطة لربما لا يفهمها الكثيرين وربما هي ملتبسة ما هو الفرق بين هذين القانونين بالفعل هو حتى كثير من المهتمين او الحقوقيين في مجال حقوق الانسان يغفلون او يحصل لديهم الكثير من اللبس ما يقصد به بان الانتهاكات في اليمن يعني تمست قانون الدولي لحقوق الانسان وهي المواثيق الدوليه التي صادقت عليها الجمهوريه اليمنيه والمتعلقه بالحقوق الاساسيه مثل الحق في الحياه الحق في السلامه الجسديه الحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه المدنيه غالبا هذا القانون ما يتم تطبيقه او يتم تطبيقه والاعتماد عليه اثناء فترات السلم الدوله مسؤوله عن تنفيذ هذه الحقوق وتنفيذ التزاماتها التي التزمت بها امام المجتمع الدولي لحمايه حقوق الانسان القانون الدولي الانساني يقصد به الانتهاكات التي تحدث او ما يسمى قانون الحرب هذا القانون يقصد به الانتهاكات التي تقوم بسبب النزاع المسلح سواء نزاع مسلح دولي او نزاع مسلح غير دولي كما هو حاصل في اليمن انتهاكات القانون الدولي الانساني يقصد بها استهداف المدنيين والتجمعات السكانيه والبنى التحتيه والاعتداء ايضا او الاستهداف كذلك للاعيان المدنيه الخاصه والعامه وجرائم زراعه الالغام التي تهدف بها الى الاضرار طيب انت قلت الان استاذ سواء يعني الان قلت انت ان اليمن هو نزاع غير دولي نزاع مسلح غير دولي؟ نعم نعم يعني الوصف يعني ربما الوصف القانوني الوصف القانوني لل تفضلي الوصف القانوني للنزاع في اليمن يعني تم بدايه الحرب يعني في مارس 2015 قدم ربما الـ الـ نقول الهيئه الدوليه الصليب الاحمر الدولي وهي ربما الجهه المعنيه في مساله توصيف النزاعات بالغالب وصفت النزاع المسلح باليمن بانه نزاع مسلح غير دولي او بما يسمى نزاع مسلح داخلي مساله اشتراك بعد ذلك قوات التحالف بناء على الطلب بالسلطة الشرعية في اليمن وبالتالي تعتبر هذه الجهة تتبع أيضا الجهة نقول الشرعية وهي الحكومة وبالتالي وصف النزاع في اليمن وصف بأنه نزاع مسلح غير دولي وبالتالي ينطبق عليه في القانون الدولي الإنساني البروتوكول الثاني الخاص بالنزاع المسلح الغير دولي في اتفاقية جنيف أعطى آه نقول أصبح هذا وصف النزاع وأصبحت هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول هو الملزم لأطراف النزاع في الجمهورية اليمنية إضافة إلى المادة الثالثة المشتركة أو المشتركة في الاتفاقية جنيف الأربع المتعلقة بحماية المدنيين ومنع كثير من الانتهاكات نقول التي تمس الحياة والسلامة الجسدية والأمن وأيضا حرية نقول الحركة وضمان عدم لا. اعتقال أو معاملة المدنيين الغير مشاركين في الحرب معاملة غير إنسانية، السماح بأعمال الغوث الإنسانية، عدم الاعتداء على الطواقم الطبية والأعيان التاريخية الأثرية التي هي ملك لكافة الشعوب سواء الاستهداف بأسلحة ثقيلة أو صواريخ أو استخدامها في المجهود الحربي، هذا ما هو يتحدث أو نتحدث عنه كثيرًا في مسألة القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب، والذي كما ذكرنا بأنه بالنسبة لليمن هو نزاع مسلح. غير يعني دولي لربما عليه نعم. نقول البروتوكول الثاني نعم لربما نفتح او نسلط الضوء في حلقات قادمه اكثر حول هذه النقطه وما الفرق وكيف تاثرت اليمن بهذا التوصيف اشكرك على تواجدك معنا استاذ اشراق المقطري عضو اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في هذه الحلقه من المساء اليمني كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي وسام عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني دمتم والوطن بألف خير في أمان